الأهرام، الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لوفاق سطيف في دوري الأبطال. كارتيرون هدفنا التأهل للنهائي، والعمري متفائل بروح الفانيلا الحمراء. الأخبار، الأهلي يتدرب باستاد 8 مايو استعدادا لوفاق سطيف غدا، اختبار أخير لفتحي قبل المواجهة الأفريقية الصعبة وعدلي ورجال السفارة في استقبال البعثة في الجزائر. الجمهورية، كارتيرون جاهز بكتيبة الشياطين لتحقيق الحلم. الأخبار المسائي، البروفا الأخيرة، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سطيف الجزائري ومهام اللاعب كارتيرون. الأهرام، الأهلي يتحدى الحشد الجزائري، كارتيرون يطالب لاعبيه بالتأكيد تفوقهم على سطيف غدا. المسا، كارتيرون يحذر لاعبي الأهلي من الوصول لضربات الترجيح، العمري طلب تأمين زيادة، شكوك حول مشاركة فتحي وهاني البديل. الوفد، الأهلي يشعل حماس اللاعبين بالمكافآت، اختبار طبي لفتحي، وكارتيرون يرفض مفاجآت التشكيل. الشروق، الأهلي كامل العدد قبل مواجهة وفاق سطيف غدا، فتحي يتعافى من الإصابة، وكارتيرون يستقر على اللعب بتشكيل المباريات الماضية والتحذيرات من الاعتراض على التحكيم. الدستور، كارتيرون يضع خطة عبور وفاق سطيف واستبعاد مؤمن لافتقاد التركيز. الوطن، وليد سليمان جاهز لمواجهة سطيف على الترتان، ولعبت من قبل برجل واحدة، هدفنا نهائي أفريقيا. اليوم السابع، الأهلي يحصن لاعبيه من نزلات البرد قبل مواجهة وفاق سطيف.